تسأل أختنا تقول السائلة الكريمة: أسكن في بيت عيلة ولدي ابنتي عمرها 5 سنوات ونص، وفي المنزل أولاد عمتها 5 سنوات ونص ويلعبون مع بعض أغلب اليوم، متى يجب فصل البنات عن الأولاد باللعب؟ لاحظت بتكتسب بعض التصرفات والكلمات التي تضايقني، فكيف أتصرف؟ الجواب عن هذا يا بنيتي أو يا سيدتي: ما دام الصبيان لم يبلغوا مبلغ التمييز فلا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا، فلا تحجري واسعا. 5 سنين ونصف لم يبلغوا قطعا مبلغ التمييز فلا تضيقي واسعا. ما دام الصبيان لم يبلغوا مبلغ التمييز لا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا. إذا بلغوا حدا لا يؤمن معه ثوران الشهوة ويخشى من حصول المفسدة والفتنة، فإنهم يمنعون من الاختلاط. الشافعي رحمه الله وما أنبل ما كتب يقول، ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي 3 درجات. إحداها ألا يبلغ أن يحكي ما يرى، ما يعرفش يحكي الحاجة اللي شافها. الثانية يبلغه، يستطيع أن يحكي وأن يصف ولا يكون فيه ثوران شهوة ولا تشوف. الثالث أن يكون فيه ذلك. طيب، قال الأول حضوره كغيبته، صغير لا يفهم، لا يدري ولا يعقل ولا يعرف كيف يصف الذي يجري حوله، حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني كالمحرم، والثالث كالبالغ. واللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين ترى أن الاختلاط ينبغي أن يمنع من 7 فما فوقها، لأنها أول سن التمييز، وهذا سد للذرائع المفضية للشر والفساد. ولا يلزم لمنع الاختلاط أن يبلغ مبلغ البلوغ. الطفل الذي يطلع على عورة النساء ينبغي أن يحتجب منه. كلام الشافعي نفيس ودقيق. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إذا بلغ مبلغا سوى أن يميز الجميلة من غير الجميلة وأن يصف وأن يتحدث ينبغي أن يحتجب دونه. لكن مسألة مهمة، الصلة لا تعني بالضرورة الخلطة. يحدث خلط في كثير من الأحيان بين الصلة الواجبة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وبين الخلطة التي قد تكون مؤذية في كثير من الأحيان خاصة بين بعض الأقارب. الصلة تعني البر والإحسان، تعني الإغاثة عند النوائب، تعني بذل المعروف والندى. واليوم حتى في مجموعات التواصل الاجتماعي واتساب الروم مثلا، لو عملنا وحطينا العيلة كلها في مجموعة وأصبح يكلم بعضنا بعضا ليلا ونهارا ويسلم بعضنا على بعض ويعرف بعضنا أخبار بعض ويهنئ بعضنا بعضا عند المسرات ويعزي بعضنا بعضا عند النوائب، تحقق الحد الأدنى من الصلة التي أرجو أن تبرأ بها الذمة. وإن استغاثك أغثه، وإن استقرضك أقرضه، وإن مرض عدته، وإن مات شيعه، إلى آخر الحقوق العامة التي تجب على للمسلم على المسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت.